الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله القائل في كتابه: ومن يتق الله ويصبر ان الله لا يضيع اجر المحسنين. نشكر المنظمه ونشكر المؤسسه على قبولها التام، وفي ظل الاوضاع التي غاب بها الدوله وغابت بها المنظمات وغابت بها المنظمات وغابت بها فاعلنا الخير، الا ان وجدنا من يعول الاسر اليتيمه ويعول الاسر الفقيره ويعول الاسر المحتاجه. نشكر المنظمة على هذا العطاء، المنظمة الإغاثية للمواطنين المساكين الفقراء المحتاجين الذي يعانون من المأساة من الوضع. بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر مؤسسة فاونديشن على هذا العطاء وعلى هذا المجهود الذي قاموا به لكونه أول مرة يتعاطى هذه السلع الغذائية لهؤلاء الناس الغلابة، لهؤلاء الناس الضباحة، لهؤلاء الناس الذين يعانوا من قلة حيلة، من مجهود حروب، يعانوا من مجهود حروب، من نقص معيشة. والآن الحمد لله أظهروا الابتسامة في وجوههم، أظهروا الحياة في هؤلاء الناس الضباحة، هؤلاء الناس الغلابة. شكرا جزيلا لكم على كل مبذول، على كل مجهود، على كل عطاء أعطيته هؤلاء الناس الفقراء. وهذا يعتبر أنه لأول مرة في حياتنا. شكرا جزيلا لكل من ساهم، لكل من اجتهد، لكل من سجل، لكل من أعطى هؤلاء الناس الضباحة هؤلاء الحالات وهؤلاء القطم، قطمتين من رز من طحين وقطمة من سكر ودبشير. هذا فضل من الله جزيل، بفضل الله أولا ثم بفضل هؤلاء الناس القائمين بالخير. شكرا جزيلا لكم أخواني.